السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. الحمد لله، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. أسأل الله أن يبارك في عمرك وعلمك. يا رب وإياك، تفضل. عندي سؤال. اسأل. لي صديق يعمل في أحد الجهات الحكومية، فأرسلوه لفرع تاني للجهة اللي بيشتغل فيها، يعني علشان يساعدهم في إنجاز عملهم ما، هو وبعض أصدقاء. وبعد ما انتهوا من العمل في الجهه اللي ارسلوهم ليها، واتموا عملهم على اكمل وجه، رجع للجهه الثانيه اللي هو كان شغال فيها. وبعد 4 شهور تقريبا بعد ما انتهى الشغل، فوجئ بارسالهم له هدايا كاكراميه او هدايا منهم على المساعده. فهل يقبلها ام لا؟ يقبلها. يقبلها؟ نعم. ما فيها شيء؟ نعم، لا ما فيها شيء. كده.